ألف شكر للزميل العزيز هيثم السعيد، وألف مبروك للنادي الأهلي التفوق والفوز ببطولة الدوري العام لكرة السلة سيدات. بعد أداء رائع ونتيجة لا تعبر عن سر المباراة، المارل الأحمر يهزم الاتحاد سيد البلد 4-0 مع الرأفة، ويواصل عروضه الجيدة وصدارته للدوري مرة أخرى. الأهداف: محمود كهربا في الدقيقة 17، حسين الشحات في الدقيقة 48، محمد شريف في الدقيقة 60، وأكرم توفيق في الدقيقة 85. أكيد هنتكلم عن كل الفنيات، كل أحداث المباراة مع ضيوفنا الكبار، ولكن هنروح الأول للمؤتمر الصحفي ونشوف إيه اللي حصل في المؤتمر الصحفي النهاردة. الفريق صعب جدا نلعب معاه، خاصة الشوط الأولاني كان صعب جدا. They have their formation of a 3-4-3 and they are very good at it. You have to respect it and understand it. هو بيلعبوا بطريقه 3-4-3، ودي طريقه تحترم ومفروض نشتغل عليها ونذكرها قبل ما نلعب، يعني لعبوا بالطريقه اللي احنا كنا متوقعينها. They have a very good, passionate, powerful coach. عندهم مدير فني كبير ومحترم ومتحمس وعنده قوه فنيه. Very good character, strong character and drives the team. عنده شخصيه قويه وبيعرف يقود الفريق كويس. When you play it hard, you must make sure you have saved your energy levels enough. بتلعب مع فرقه زي فرقه الاتحاد، المفروض بتحافظ على طاقتك وعلى نفسك طول الماتش عشان الماتش يبقى صعب، ماتش بدني صعب. Because they'll give you a Mike Tyson game, boxing game. ده كانه ماتش ملاكمه بتاع مايك تايسون، ماتش قوي جدا في قوه بدنيه. So you need to go through that phase of that kind of intensity that you get. تحاول قدر الامكان تتواكب مع الشده العاليه لاداء المباراه. And weather the storm and go with the storm is heavy and be ready for what you're gonna get. وتبقى زي العاصفه، تبقى زي العاصفه، تبقى نفس حميه العاصفه، تبقى جاهز في اي وقت. يعني انا قصدي في شده بدنيه عاليه، المفروض تبقى جاهز وحاضر في المباراه. But you know the storm always comes down. انتوا عارفين طبعا العاصمه دايما بتهدى بعد كده. Then you can strike. وممكن بعد كده بتضرب بقى. So they are a very good team that plays very very good on transition. فرقه كويسه جدا وبتلعب بتحول من دفاع لهجوم كويس جدا جدا. Fast transitions. وبيتحولوا بسرعة، في سرعة في التحول. And it's not the first time we played them. We played them even in Swiss. مش أول مرة لعبنا معاهم في الدور قبل النهائي في السويس في الكاس. And I saw their match against Pyramid. And I saw their match against Moa. And it came out exactly the way the tactic was in the first half. وشفت مباراتهم مع بيراميدز ومع سموحه ولعبوا بنفس الطريقه بنفس الخطه يعني فنيا اللي اتلعبوا بيها الشوط الاولاني قدامنا. وانا قلت لعيبتي قبل الماتش ده انا قلقان جدا من المباراه دي. وقلت واحده مباراه صعبه جدا وبالفعل كانت صعبه خاصه في شوطها الاولاني. We never allowed them to go on transition a lot. لكن احنا لعبنا باسلوب مختلف ونجح ان هم نسمح لهمش ان هم يتحولوا من دفاع الهجوم كتير. And we were just doing a little bit opposite than what they do because they usually want you to come and go. So we waited for them and then a little bit patient and then we found opportunities to go and we got those opportunities. واحنا لعبنا بطريقه يعني لعبنا بذكاء، اتعملنا ماتش بذكاء، ما لعبناش بالطريقه اللي هم عايزينها مننا ان احنا نروح لهم، لا احنا كنا بنستنى هم يجوا بنخلق الفرص عشان نسجل وجات لنا الفرص وسجلنا، لا هتلاقي الفرص سجلنا منها اكتر من مره. الفرقه دي انا بحترمها جدا، فرقه اتحاد فرقه كبيره جدا وبحترمها جدا. We're just a little bit
matured and a little bit of the right way, a little bit experienced to know how to play this game. المفروض بس يزيد لهم شويه خبره بسيطه بس ازاي يتعاملوا مع ماتش زي ده، لكن بخلاف كده وفرقه كبيره قوي. وده ده ده اللي كان نقطه الاختلاف بين دي اللي ادتنا الافضليه يعني الخبرات. ازيك يا عبد الحليم؟ ويلكم باك. Very difficult for you for the game. Welcome back to the team. Congratulations for the win. What do you think about the offensive part of Ahli? Now you have your assume that you have Ahmed Shif and Ahmed Yasser Ghayal as strikers. هل في بديل لصفقه ثانيه قادمه لهجوم الاهلي ولا الاهلي هيستكفى على كده وهيبتدي يشتغل على الموجودين؟ So we have a direct question. First question after the interview, come back Mohamed Sharif and Ahmed Yasserian. Salah Mohsen, do you feel that you have a good strikers? You have a good strikers there with Mohamed Sharif. You feel comfortable with them in the first part. The second part of the question, other declaration today with from the club Sundowns, they have an official that Sharif will not come to Al Ahly. So you have an alternative plan to other players, or you will continue like this? We made a commitment that we will give Sharif a chance to play as a nine. احنا كنا ملتزمين ان احنا نلعب محمد شريف مركز 9 مركز راس الحربه. I know he can play on the side. وانا عارف ممكن بيلعب على الطرف كوينج كجناح. But he has to share the load with Mara. بس لازم طبعا حمل الماتشات كتير فبيتقاسم الماتشات مع مروان. عشان نشوف برضه فكره راس الحربه هنوصل لايه؟ هنستقر على مين؟ المرات ما حطيت محمد شريف كراس حربه. ثلاث ماتشات اعتقد سجل ثلاث او اربع ماتشات مش متذكر في ثلاث ماتشات. واعتقد لو تبص برضه لسيف المباريات والفرص اللي راحت ليه كان ممكن يسجل اكتر كمان. المفروض نصبر عليه شويه. لما مروان يبقى عنده مشكله في ركبته. نحط ثقتنا برضه في محمد شريف لان مش ممكن هو بيقول حضرتك ان هو اصلا ده مش مركزه بيلعب وينج ما ينفعش ندي الحمل كله على احمد ياسر ريان بس لوحده فالمفروض لما يكون مروان عنده مشكله في ركبته بندي وقت لمحمد شريف وصلاح محسن برضه راس حربه بس محتاج يبقى عنده خبرات اكتر محتاج تزيد خبراته شويه هم دي سهله طبعا تاخد وقت بالنسبة لموضوع سيرينو حضرتك اتفضلت وقلت عليه؟ It is the way it is. It is the way we are. احنا يعني ده اللي حضرتك قلته ده هو الوضع الحالي هنعمل ايه؟ Yeah. يبقى alternative يبقى the other one can negotiate them. Yeah, maybe you need, maybe you don't. يمكن نحتاج يمكن ما نحتاجش. You know, sometimes you're looking for something that you have in your house. ساعات بتدور على حاجه بتكون موجوده عندك في بيتك مش محتاج تشوفها بتدور عليها بره شريف از دوينج ذا بزنس اعتقد دلوقتي محمد شريف بيقوم بالدور المفروض اللي احنا بندور عليه and we need to give him the full confidence that he should fight with Mara for the position ويديله ثقة كاملة ان هو يبقى موجود ونديله ثقة كاملة وطبعا هيتنافس هيبقى في منافسة بينه مروان محسن على راس حربة نمرة 9 واحمد ياسر ريان كمان مستواه يزيد But we'll see if we find something special. Why not? Because we have the Club World Cup, and we have to defend the CAF Champions League trophy. We have to defend it. بقول طب بس لو ايه لعيب بوصفات خاصه ليه لا انا ما اعتقدش ما احنا عندنا كاس عالم للانديه المفروض برضه ندافع ان احنا ابطال افريقيا المفروض برضه نظهر بالصوره المناسبه. وعندنا كاسين سوبر. المصري والافريقي يعني المفروض برضه يبقى احنا جاهزين. المفروض ممكن ندعم نحتاج ندعم لعيب او اثنين الوضع المثالي بالنسبه لي ان احنا ندعم باثنين لاعبين. بس لعيبه يكون يعني مواصفات خاصه مميزه. In defense,
we just need to make sure that when Afsa is not here, we can get the goals. When Shahad has not been here, we've been getting a few goals. And Karabakh is gaining momentum with the goals. His physical condition is coming up slowly. I'm building it up to play 90 minutes. He's not yet there. And Walid has been out with Corona also. So it has not been easy for us. هو بيقول محتاج لعيبه بتكون بخصائص مميزه في الحته الهجوميه، احنا دفاعيا وخط الوسط مش محتاجين، بس محتاجين لو حسين الشحات مش موجود او قفشه مش موجود، يبقى عندنا لعيبه بخصائص مميزه ممكن تجيب لنا اجوان. كهربا دلوقتي مستواه بدا بيعلى، ممكن دلوقتي يوصل يلعب 90 دقيقه. وكابتن وليد سليمان برده بقى له فتره كان غايب عشان خاطر الكوره بدا يرجع. الحمد لله كونتينيو. الحمد لله ويني. بس الحمد لله احنا بنكسب بنلعب بالموجود. هو بيقول حقيقة ان ممكن يبقى في قدام في ندعم بصفقات في الشق الهجومي مش الدفاعي ولا وسط الملعب. Congratulations, welcome back to Belgium. Congratulations for the meeting today. We are doing the press conference. They ask it. The football director of the Etihad Club will comment about you and other coaches saying that anybody can train Ahly, can win. Even the worker, Amma Haris, even the head coach, even Amma Haris, the worker. He's a head coach of Ahly, we can win titles. What is your plan? Anybody can do what? Can be a head coach of Ahly, any head coach of Ahly can win a trophies. Even Amma Haris, the worker here, if he's responsible. Who said that? The football director of Ahly Club, of the Etihad Club, Captain Ibrahim Hassan. You know Ibrahim Hassan? نائب العام ولا مدير الكورة؟ مدير الكورة. ده فوتبول دايركتور. بس ده افضل يو رايت تو انسر. Yeah, but هو لسه قايل. Is his opinion okay? ده رأيه، هو بحترمه. ده رأيه خلاص نقول ايه فيه. دي وجهة نظره يعني. Maybe you can say that about Real Madrid. Maybe you can say that about Barca. ممكن تقول ده على ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، برضه الفرق الكبيرة ممكن تقال عليها كده برضه. باريس سان جيرمان. All I know life is in football is never like that. بس انا اعرفه انه في كره القدم مش كده يعني. لو كان الوضع فعلا كده كنا كسبنا بطوله افريقيا 7 سنين اللي فاتوا مع النادي. يعني فرقه محترمه. We don't play because we are Ali. We play because we do a lot of work on our opposition. بنلعب وما بنكسبش مش عشان خاطر احنا الاهلي، بنلعب عشان بنعمل شغل كويس. Because you are Ali. احنا ما كسبناش قدام الاتحاد، ما لعبش قدام الاتحاد وما كسبناش خاطر الاهلي. احنا هو بيقول لحضرتك ان هو مش معنى ان احنا الاهلي نكسب بدايين ان احنا اشتغلنا كويس وحضرنا المباراه، بدايين فرقه زي بيراميدز خسرت من الاتحاد. احنا بنحترم الخصوم دايما. ويلكم باك. He spent 6 or 7 minutes at the beginning of it. That was the respect of the team we beat them 4-0. Yeah, if the respect you give to the opponent, even you won 4-0, but you give them respect to the opponent. So you talk about the advantage. If you give respect to the head, even despite you won them 4-0, you make it. Why هو السؤال مش واضح يعني، حضرتك عايز تقول ايه يعني مقصوده بايه؟ بيقول لك هو ده هو فعلا فرقه كويسه. شفت الماتش السويس بتاع الكاس سجلوا ازاي في الشوط الاولاني؟ دي فرقه كويسه يعني، هو ما فيهاش يعني، هو مش يعني هو مش مجامله، هو حقيقه فرقه كويسه. مباراتهم قدام سموحه وقدام بيراميدز. انا مش من نوع المدربين. حسين الشحات. ها؟ ريزم تو بليز حسين الشحات. حسين الشحات. He came from an operation. راجع من عملية في ظفره. He only made 3 training sessions. اتمرن 3 ترمينات بس معانا. So we are building him up for the next match. بنحضره بنجهزه للماتش الجاي. He's not fit. He was not supposed to come on as early as now. هو كان المفروض احنا كنا مخططين ان احنا نلعبه بس ما لعبوش بدري كده، فلعبناه فحاولت احافظ عليه عشان عندها ماتش. للاسف طاهر اتصاب بدري قوي في المباراه فاضطريت اغيره فاخدنا. للاسف طاهر مش محظوظ، بيجي له اصابات كتيره وما بيكملش المباراه.
وعمل ماتش كبير قوي النهارده، ماتش رائع. طاهر واكتسب ثقه خلاص، هو اتكلم معاه قبل المباراه. هو بيقول له لما راجع من كورونا اتفرج على ماتشات الماتش اللي فات واتفرج على لقطات الفيديو في التمرين، قال له انت محتاج بس تاخد ثقه، تاخد الكوره وتروح بيها. المفروض يبقى عنده يفكر في نفسه ياخد الكوره، وعنده ثقه في نفسه ياخد الكوره ويزيد بيها، يطلع بيها، يروح بيها. واعتقد عملها النهارده وعمل اسيست كويس قوي، خد الكوره وزاد بيها وحطها الكهرباء، هو ساف جون الاولاني، هو عمل اسيست جون الاولاني. طب قلت له طبعا بياخد فرصه لانه بيجي في نادي كبير، طبعا محتاج ياخد ثقه، محتاج نعلي مستواه. طبعا واحده واحده لسه جاي جديد، لك طبعا زي حسين الشحات عنده خبرات كبيره. حسين الشحات هادي في منطقه الجزاء، بيعرف يستلم براحته وبيعرف يسجل، بيلعب هادي على كورته. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وشفنا مباراه ولا اروع من النادي الاهلي. كابتن علاء، الف مبروك للنادي الاهلي، والنتيجه لا تعبر عن سير المباراه. الف مبروك للنادي الاهلي طبعا. فوز مستحق، قليل كان ممكن يبقى اكتر بكده بكتير. مباراه تخيلناها صعبه، على حسب سيرها طلعت في منتهى السهوله. والسهوله هنتكلم عليها ليه، لكن واضح كان بدايه النادي الاهلي ان بادئ على الهدف المعروف، مكسب مكسب بدري اساس يبقى ما فيش شد في المباراه. واللي وضع لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني ومن خلال المباراه ايمن ان هم عاملين حساب كويس قوي في فريق الاتحاد ومقدرينه كويس قوي، عشان كده بدايه الاهلي كانت قويه. ده الجول الاول يا كابتن. الجول الاول طبعا اللي له اخطاء. هات لنا الانطلاقه من الاول. نجيب الانطلاقه من الاول بقى. هي اخطاء من بدايه التشكيل وتحرك اللعيبه وتمركزهم في الملعب، حاجات كتير قوي غلط. ده طبعا بص نفس الكلام نفس المنطقه بتاع جون شحات، يعني الهدفين ورا بعض دول كويس قوي، انه الاخوه معانا المعدين بيجابوا الجونين. اللي عايز بس يقول لك رساله ان الهدفين زي بعض بالظبط، ده الجول التالت نفس الكلام. التالت ده هربطه بلعبه تانية بعد كده، اللي حسام عاشور دخل مع واحد زميله ثلاث لعبات نفس الطريقه دي، ثلاث لعبات مع بعض هم الاثنين. فبالظبط الهدف ماشي. الهدف ماشي. الهدف ماشي. الهدف ماشي. الاول وهدف حسين الشحات، يعني وده الجول الرابع الاعاده كده بتقول لنا ان نفس الخطا ونفس التمركز الوحش قوي الدفاعي في اسيست ولا حلو قوي ده وحلو الاكرم. بص اكرم فين هايل. يعني اكرم هنا ووليد، ويعني ده اكرم ده اساسا المفروض هو المدافع نص الملعب، هو اللي في 18. فده يديك يعني مدلول ايمن ان نجيب جول جول بقى. بص الانطلاقه من هنا، بص يا طاهر، بص طاهر، بص ممكن اقف هنا لو سمحت، اقف هنا، اقف، نعمل ستوب. لا ارجع تاني، ارجع شويه، نرجع تاني، بس نرجع تاني كمان بس هنا بس. بص يا ايمن المساحه، بص المساحه اللي بيجري فيها محمود كهربا، بص الاثنين المساكين اللي مع شريف صح، وبص كريم اللي هو المفروض يراقب كهربا، بس هي مش حتته لان كان بيلعب بثلاثه ورا، ما ينفعش ده، ما ينفعش، مش هينفع يغطي المساحه دي كلها. الهدف ده بالظبط اربطه بهدف حسين الشحات، بس لما يتعاد المساحه اتعملت حلو قوي. انطلاق من طاهر تحفه. بص طاهر وسط كام لعيب من لعيبه الاتحاد، بص المنظر ده، 2 4 6 5 ورا 8 من لعيبه الاتحاد وسطهم طاهر وكهربا من دول الجول بس. يعني ده طبعا موقف دفاعي كارثي، ما ينفعش في كره القدم. انت لو فريق حتى بتدافع وعايز تطلع، عايز يا ده مش تنظيم دفاعي خالص يا كابتن. شوف السرد باكين، ما انا بقول لك بص الاتجاهين، ايوه ماشي. واحد بوشه الاثنين، واحد بظهره، واحد بيبص، فاهم؟ بص عادي، هو ده سرد باك ولا باك؟ الاثنين مساك. لا 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 سرد باك، اللي ده المساك، السرد باك الثالث. من الاول هو كان بيلعب بثلاثه، نشوفها من الاول ونشوف تمركز لعيبه نادي الاتحاد من بدايه الهجمه، مع ان هنا عدد لعيبه الاتحاد كتير قوي ماشي قوي. كمل بقى، بص يا كابتن، بص القطعه، هي اتقطعت من هنا. بص لو وقفت هنا، طب اقف هنا، اقف هنا، هنا بس في خمسه بره، في خمسه بره اوريدي كويس، ادي خمسه. شفت كهربا، بص كهربا منطلق منين، وبص كريم ممدوح ده فين، وخلي بالك مش حد قابله من خالص، ما هو فيش. بص يا ايمن اللي عمل ده، بص طبعا انطلاقه ممتازه من طاهر، واللي عمل اقف هنا كمان، معلش بص بقى بس. الحاجه الحلوه اللي عملها طاهر قوي كمان ان لعب هو منطلق ناحيه الشمال، تغيرت الاتجاه دي خلاص صح. الناس كلها بقت عينيها على محمد شريف خلاص، وسابوا الاخطر، وطبعا طبعا هو غلط طبعا، لا بقوله ده غلط المفروض اثنين مساكين بين شريف دول،
واحد يستنى محمد شريف بس. أيوه. والتاني المفروض كريم يجي هنا حتى لو كريم ما جاش هنا ده لازم يترحل شويه. مزبوط. ده لو في ترحيل صح. لما بتلعب بثلاثه مساكين لا لكن هي اتقطعت يحسب لكهربا ان اللمسه خد فيها القرار صح واللمسه فرقت معاه في خلاص هي اللمسه. بص يا ايمن اللمسه بقت قدامه خد القرار بقت كل حاجه بقت سهله لان صح. المرمى مفتوح قدامه يعني مزبوط. على الشمال تخش جول على اليمين اللي هي الحاجه المعتاده مزبوط. جول مزبوط. فدي ده بس هدف صح. في كميه اخطاء في الدفاع في الاتحاد كتير صح. جدا. شوف الجول الثاني مع الكابتن اسامه عربي. الجول الثاني لو موجود يا سمر بعد اذنك. طيب اهو الجول ادي الجول الثاني ماشي. خلي بالك الكره برضو في الحالتين كانت مع نادي الاتحاد. في الجول الاولاني الكره كانت مستحوذه عليها نادي الاتحاد والجول الثاني برضو يا كابتن اسامه. بص خليه يقف هنا دلوقتي. ماشي نقف هنا. ال 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 البدايه ان كابتن حسام النهارده حسام حسن لعب بثلاثه قلب دفاع واثنين على الاطراف منهم كريم ممدوح. كريم ممدوح اصلا جناح. ايوه. وما عندوش قدرات دفاعيه كويسه. بص كريم ممدوح هو اللي في الصوره ده اللي واقف ناحيه نص الملعب هناك. ايوه. ده المفروض يكون مكانه مكان الراجل الاحمر ده يكون معاه. ايوه. فحتى الجون الاولاني كان كده لان كريم عنده القدرات الدفاعيه بيهاجم كويس وعمل كام كروس كويس ولكن عنده القدرات الدفاعيه ضعيفه. سردباكات كانوا بيضموا للعمق جدا وبيسيبوا الاطراف فكل كوره كانت بتتلعب في ظهر كريم ممدوح او الناحيه الثانيه حتى في فتره لعب عمار باكرايت بتبقى فاضيه فطبعا علي معلول لعب كره سحريه لحسين الشحات اللي هو عنده حسين طول ما فيه مساحات واسعه قدامه عشان هو عنده المهاره كويسه بيعرف يتصرف ما بيستعجلش بس كابتن اسامه في اللعبه نفسها نفس الطريقه بتاعت الجول الاول مظبوط. ما هو انا بقول لك هو بيلعب بثلاثه في العمق واثنين على الاطراف ولكن قدراتهم الدفاعيه ضعيفه فبيطلعوا في الهجمه قدام ففي مساحات بتبقى شوارع يعني كبيره جدا في اجناب الملعب فالثلاث سردباكات بيضموا للعمق وما بياخدوش بالهم من المساحات اللي في الاطراف. الباكين ما بيغطهاش الطبيعي ان الاطراف دي يكون فيها اللي هم الاثنين اللي هم يبقوا خمسه يبقوا صح. تبقى خمسه 4-1 مظبوط لكن هم بيلعبوا الثلاثه واحيانا واحد فيهم بيبقى مضروب للقدام فيا ريت يجيب الجون الثاني الاول عشان نكمله هو بس نجيب الجون الثاني. طب مره ثانيه معلش انا ما كملتش بس انا بقول له فلما اتلعبت من علي معلول لمسه حلوه جدا من ورا قلبي الدفاع او علي معلول هنا لما الكره في حاله الهجوم للاتحاد اتقطعت في مساحات كتيره جدا علي معلول برؤيه كبيره قوي هي ثانيه واحده هي دي بقى المساحه في سردباك ماسك هنا مظبوط والسردباك الثاني ضامن مفروض الراجل الطرف ده يكون يرحل شويه طبعا لازم لا وهو هنا متاخر كمان أيوه. او في نص الملعب أيوه. فلازم يكون فعلي معلول طبعا برؤيه كبيره جدا لعبها في المساحه اللي هي من بين السردباكين في الحته الفاضيه اللي الباك مش مغطي فيها وقدامه كمان وقدامه فحسين الشحات تملي في المساحات الفاضيه قوي بيتصرف كويس أيوه. ما عندوش استعجال أيوه. فعمل نفسه انه هيشوط ولم اتفتحت الزاويه قدامه يقدر يحطها في الضيقه يقدر يحطها في الناحيه الثانيه حطها في الزاويه البعيده هدف رائع لكن النهارده طبعا النادي الاهلي جاب 4 اهداف وكان بسهولة جدا 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 يعمل فوز تاريخي كان ممكن توصل لسبعة وثمانية بسهولة جدا يعني. طيب قبل ما نحلل الجول الثالث والجول الرابع هنروح لزميلنا كريم أحمد ملعب مباراة ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. بجد التحية لك من جديد يا كابتن ايمن شوقي كل كباتننا الكبار في الاستوديو التحليلي زي ما اكدنا قلنا فوز مهم جدا على فريق نادي الاتحاد السكندري في مباراه اكثر من رائعه الكابتن سيد عبد الحفيظ بقى سريعا مدير الكره وبرحب بك يا كابتن سيد ومبروك وفوز مهم تحضير كان جيد جدا سواء قياده كيفن جونسون ليوم السبت التدريب النادي الاهلي وعوده بيتسو موسيماني وقيادته الفنيه يوم الاحد النهارده الحقيقه اداء مميز جدا من اللعيبه كل مره بنتكلم على الاصرار والجديه والتركيز لان الفريق الاتحاد السكندري فريق مميز جدا وعنده مدير فني مميز لكن النادي الاهلي قدر 4-0 نتيجه كبيره على نادي الاتحاد السكندري الحمد لله طبعا يعني في الاول والاخر
كرة قدم بالتأكيد بنسعى للفوز دايما، والمباريات والتحامها وتقاربها والفصل ما بين بطولة والتانية دي بتعتمد دايما في اختياراتك على الشخصية. يعني الحمد لله رب العالمين، بشكر اللعيبة طبعا على طريقة الفصل. انت جاي من النيجر من 3-4 ايام، مباراة مش سهلة برضو على أرضية كانت صعبة جدا يعني، ومنافسة بالتأكيد مختلفة عن البطولات المحلية. الحمد لله طبعا على الفوز النهاردة، احنا عارفين كويس قوي احنا جايين نلعب مين، والاخر لقاء ما بيننا وبين الاتحاد كان صعب قوي في كاس مصر، لكن اجواء الكاس ومناخ الكاس ودوافع الكاس بتبقى مختلفة طبعا عن الدوري. بشكر اللعيبة جدا على الاداء والنتيجة، كانت ممكن الاهداف تزيد اكتر من كده، لكن هي دي كرة القدم يعني. لازم نقفل الصفحة ديت لان احنا عندنا مباراة غاية في الاهمية فنيا كمان على المستوى الفني، يعني لازم تتشاف ولازم يتعمل لها حساب يعني مع وادي دجلة بفكره واستقرار وطريقة لعبه وتكتيكه اللي ماشي بيه يعني. فخلينا نقول ان احنا هنقابل فرقة قوية جدا يوم الجمعة، لازم نقفل الصفحة بتاعت الاتحاد ونركز كويس قوي لمباراة الجمعة ان شاء الله. ما حسيناش فرق يا كابتن سيد، سواء كيفن جونسون متواجد مع بيتسو موسيماني، لكن بيتسو موسيماني متواجد وكان في اول محاضرة كمان، يمكن الراجل خد محاضرة طويلة يوم الاحد مع فريق النادي الاهلي، لغة الجسد بتفرق والتعامل مع اللعيبة بيفرق. الراجل جهز اللعيبة ازاي واهلهم ازاي في المرحلة؟ والراجل يوميا كنا بنعمل مكالمات سواء كان موجود او لا، بنعمل مكالمات مجمعه وبيشرح التمرين وبيتكلم في التشكيله وبيتكلم في طريقه التحرك والمواجهه واسلوب اللعب يعني، فهو ما غابش عنا خالص يعني. صحيح كان في فتره بعيد عن الفريق كتواجد، لكن كمتابعه وكتواصل كان موجود يعني. الأشياء المميزة جدا أكرم توفيق بيحرز هدف مميز وأداءه كان رائع في سوني ديبو النهارده، كمان حسين الشحات بينزل بيحرز أهداف بعد عودة من جديد، وليد سليمان برضو داخل في الموضوع، مكاسب كتيرة جدا يا كابتن سيد مع النادي الأهلي، بتطمنا مع الهدف واثنين وثلاثة، أول مباراة 3-0 ثاني مباراة 3-4، الأمور دي بتطمن الجهاز الفني بشكل كبير. فرقة جماعية يعني، أنت ما بتلعبش فرقة فردية، أو آسف ما بتلعبش لعبة فردية، بتلعب لعبة جماعية، كلنا زي ما بنكسب إحنا كمان لا قدر الله لو في حاجة كلنا بنتحمل المسؤولية، لكن كمان خطوة عن خطوة لازم تتقفل يعني، خطوة بعد خطوة لازم تقفل اللي قبلها، لأن أنت هتقابل استعداد اكتر، منافسه اكتر، تركيز اكتر، فلازم تقابله بده. وكره القدم هي احترام لكل فرقه بتقابلها يعني. حسين الشحات عشان بس الناس طبعا، انا كده اتكلم على حته التغيير، هو كان متفق او الراجل كان متفق معاه ان هو يلعب 45 دقيقه، ده كحد اقصى يعني، هو بقاله فتره ما شاركش يعني، فجت اصابه طاهر محمد طاهر يعني بدرت شويه، لكن هو كان هيتم الدفع بيه في الشوط الثاني يعني. طاهر بقى نطمن عليه ونطمن كل الجماهير، يمكن ده سالت دكتور اسامه قال يمكن دي العطاق شويه برضو، التشخيص ممكن يبقى فيه مزق كسر برضو، الامور دي عايزين نطمن كل الجماهير. بنعمل او خلاص دلوقتي يمكن عمل اشاعه ان شاء الله الرحمن نطمن ان شاء الله باذن الله، باذن الله تبقى حاجه خفيفه يعني باذن الله. التدريب بكره اجازه لبرنامج التدريب على طول زي ما قلت لك، احنا عندنا مباراه في منتهى الاهميه مع وادي دجله يوم الجمعه، فبكره التمرين الساعه 11 ان شاء الله. شكرا. كل الشكر والتقدير للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره البيئيه للنادي الاهلي، طمنا على طاهر محمد طاهر، اتكلم طبعا على المكاسب الكثيره جدا، اتكلم ايضا كمان على حسين الشحات وتغييرته، لان احنا قلنا كابتن ايمن نزول حسين ثم تغييره، بعض الناس هتتكلم في هذا الامر، لكن وضح بشكل كبير جدا الكابتن سيد عبد الحفيظ ان كان في اتفاق، وده اللي احنا قلنا ان الراجل عارف امتى ينزل لعيب. حسين راجع من اصابه، وليد سليمان النهارده يمكن اضاف بشكل كبير في التوقيت اللي نزل فيه، كل اللعيبه اللي نزلت كمان صلاح محسن، كل اللعيبه اللي نزلت، مش عايزين ننسى حد لعيبه النادي الاهلي، ما عندناش لعيب اساسي، ما عندناش لعيب احتياطي، عندنا تيم ورك واحد. احمد انتصارات تستمر فرحه كل جمهور النادي الاهلي لما بتشوف هدف واثنين وثلاثه، وبتشوف النادي الاهلي بيحقق ارقام جميله جدا وكلين شيت لحراسه المرمى. يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، وباذن الله المباراه القادمه تكون كلها خير وانتصارات على النادي الاهلي. عوده لك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. هنرجع نحلل الجول الثالث والجول الرابع مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد الفاصل. برحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبرضو قبل ما نتكلم على الجول الثالث والجول الرابع هنروح للملعب ولقاء مع الكابتن سامي قمصان. طيب نحلل الاول الجول الثالث. خلاص يا عادل، ماشي نجيب الجول الثالث الاول. يلا عادل اهو، يلا كابتن عادل. لا ممكن نجيبه من الاول، ممكن نجيبه من الاول. كابتن عادل عايز وقته في سيبوه. بص يا كابتن، اول حاجه انا عايز اقولها لك، احنا شفنا الاخطاء دي كتير قوي في مباراه النهارده من لعيبه الاتحاد. اولا لعيبه الاتحاد كلهم بيبصوا على الكوره في كل الاجوان، في كل اللعبه كلهم بيخبطوا ببعض، كلهم عوروا بعض، حتى طلعوا من الاثنين عوروا بعض، السردباكات بتتفرج على الكوره وسايبين الراجل اللي قدامه، ادي اتنين دخلوا على بعض، وبعدين برضو واقفين ما بياخدش الراجل اللي جاي اللي هو
محمد شريف. خلي بالك بالرغم ان هنا في زياده عدديه لمدافعي نادي الاتحاد يا كابتن. اولا انا عايز اقول لك حاجه، النهارده يمكن انا بص الكوره دي نرجع تاني قبلها على طول وهي بتتلعب في الهواء. على فكره كابتن ده غير اللي حسام عاشور اتعور فيها معاته. ايوه مهم، انا هجيب الاثنين واربط ببعض. كابتن 3-2 اهو، بص الاثنين دول انا فاهم 3-2 صح؟ ايوه 3 اتحاد 2 اهلي مظبوط، 2 اتحاد خاشين على بعض وسايبين الاثنين الاهلي مظبوط، عدم تركيز تام. انا عاوز يمكن الكابتن اسامه اتكلم على ان الاتحاد النهارده لعب بثلاثه او زي ما قال. انا شايف ان الاتحاد ما لعبش بثلاثه، يظهر ان حسام نسي خطه الاهلي وراح بخطه انبي. يعني هو كان بيلعب بالخطه اللي هيلعب بيها انبي، يعني لانه انا مش شايف انه عامل اي اعتبار للنادي الاهلي، عامل مطه الملعب بيلعب بثلاثه ما غيرش، دخل في جون ما ثبتش ما غيرش ما عملش اي حاجه، دخل في الثاني دخل في الثالث دخل في الرابع نفس النمط نفس الشغل، حتى اللعيبه كمان تحس ان هم بيلعبوا ثلاثه وبعدين يلعبوا اربعه وبعدين يلعبوا. يعني من وجهه نظري لعيبه الاتحاد لعيبه كويسه جدا، لكن طريقه اللعب لا تناسبهم، شايفها كده يعني، لانه لا تناسبهم ولا لا تناسب اللعب مع النادي الاهلي، لا تناسبهم خالص. يعني انا شايف ان هم امكانياتهم اعلى من طريقه لعبهم دي بالامانه. يعني انت بتلعب النادي الاهلي لازم خطتك تتغير، عكس وانت بتلعب نادي اخر، عكس وانت بتلعب نادي انت اقوى منه او انت قده او انت يعني مع احترام النادي الاتحاد عنده لعيبه كويسه قوي، لكن انا بلعب النادي الاهلي وبلعب النادي الاهلي على ملعبه. يعني لازم اقفل كويس قوي، لازم ادي النادي الاهلي حجمه. يعني يمكن انت الحماس بس مش هيخليك تكسب مباراه طبعاً، مش بالحماس طبعا ومش بالزعيق، هي ولا حماس ولا زعيق. لا بص يا كابتن، التكتيك وكره القدم مش بالحماس والزعيق بس، كره القدم والتكتيك انك توقف اللعيبه صح، انك تحط اللعيب في كل واحد في مكانه تمام، انك انت تفكر وانت بتلعب الاهلي غير وانت بتلعب انبي غير وانت بتلعب الاسماعيلي غير وانت بتلعب الفرق دي. بعد اذنك انا عايز اقول لك حاجه في الناحيه دي، في حاجات في الملعب دي بتاعت لعيبه، يعني المدير الفني مش هيقول له اتحرك مع ده واعمل ده، في اساسيات في الكوره المفروض اللعيب يعرفها يعني من غير ما المدير الفني يقولها له. يعني قبل اقطع كلامك يا ايمن، الكوره اللي هي الجون الثالث اللي عادل كان بيتكلم فيها دلوقتي بيلعب عطوه ومحمود رزق وكريم يحيى مظبوط 3-2 مظبوط، عطوه بينط مع يحيى ساب مع زميل ساب شريف ورايح يخبط في فضه، يعني دخل في منطقه المفروض ما يخشش. مين اللي قال ان دي مش بتاعه مدرب؟ لا دي مش لا يا كابتن عادل، لحظه بس لحظه انا اقول لك ليه مدرب. اقول لك وجهه نظري ليه، اقول لك وجهه نظري ليه، ده حماس زياده، عمالين يخبطوا بعض طول الماتش، عارف ليه؟ لان حياتهم كلها حماس، حياتهم كلها زعيق، حياتهم كلها ادخل خش شوت اضرب اطلع نط. كرة القدم مش كده، أنا بكلمك بجد، هو الموضوع إنك أنت اللي اللي جوه المدرب واقف من بره بينعكس على اللعيبة جوه الملعب. أنت بتتكلم في لعيبة الاتحاد، يعني حسام عاشور في الطلعة اللي طلعها دي مع اللعيب الآخر، بطلق دي ممكن تحصل مرة، لكن دي بقول لك حماس لعب زيادة، لكن الكرة اللي قبليها حماس لعب أهي. يعني عايز أقول لك عدم اتزان في الوقفة، حتى في الوقفات الدفاعيه احنا شفنا الجون الاولاني اللي كابتن علاء اتكلم عليه، سيرد باك واقف بوشه وسيرد باك واقف بظهره، الجون الثالث سيرد باك واقف بوشه وسيرد باك واقف بظهره، مفيش الوقفه الدفاعيه، ده عدم تركيز. عارف عدم التركيز ده بيجي منين يا كابتن؟ من طريقه لعبي، من طريقه من خطتي اللي انا بقول اتكلم عليه. يعني انا مثلا ابدا الماتش بكذا، لما يدخل فيا كجون اعمل كذا، لما يجي فيا جون تاني اعمل كذا، لما يجي فيا جون تالت. انا مش بلاعب فرقه ولا انا بلعب النادي الاهلي، لما النادي الاهلي واضح انك جاب فيك جون وجاب فيك التاني جاب فيك التالت لازم تتحفز. ده لولا ان النهارده لعيبه الاهلي ضيعوا حوالي مثلا 10 تجوان، النتيجه الطبيعيه كانت هتطلع 12 او 10 او 8 الطبيعي. يعني في فرص سهله جدا لعيبه النادي الاهلي، ما فيش ضغط في الملعب خالص. فعلشان كده انا عايز اقول لك انه الاتحاد لعيبته كويسين جدا دي بامانه. يعني عاوز اقول لك المباراه النهارده للنسيان، بس تكتيكيا انا يمكن في استوديو قبل كده اتكلمنا اللي هو بتاع ماتش الكاس، ماتش الكاس ماتش حماس بس، ممكن عشان دي مباراه واحده والخوف والرعب وانك تطلع وانك لوك اوت هتطلع، لكن الدوري في لعب وفي فكر وفي تحرك وفي تغييرات
وفي انك انت الملعب هرب منك انت ازاي تجيبه تاني، او الملعب يعني عايز اقول لك حتى في التغييرات يعني حتى عمار مثلا حمدي، عمار حمدي مفتاح لعب فرقه الاتحاد صح، مش مستواه النهارده خالص يا جدع. عارف ليه؟ نقدر اقول لك في حاجه ليه؟ كمان عشان واخد مهام مش مهام، يعني عمار حمدي هو اللي بقى يعمل رد الفعل. مزبوط. عمار حمدي اترمى على علي معلول. أيوه. عشان يوقف علي معلول الشوط الاول، الشوط الاول صح. عمار يعني سيء صح، سيء. عمار سيء جدا في المباراه النهارده. الشوط الثاني اتكلم فرقه الاتحاد كلها كابتن النهارده ما كانش اداؤهم كويس. ما اتكلم الشوط الثاني معاك كان طبعا ما ينفعش يدافع على علي معلول خالص طبعا. طبعا لكن هو بدايته عادل حتى من اول دقيقتين. لا عمار وحش جدا. بص ما فيش لعيب في فرقه الاتحاد النهارده كويس صح، كويس جايز ضغوطات زي نفس الكلام انت قلته كل حاجه، لكن في حاجات كمان يا عادل بتاعت لعيبه كوره ده لو صح. في الشارع صح. ما ينفعش كل اتنين يتلخبطوا ببعض. ما فيش حتى ما بقولش اسمه يعني اللي خبط في عاشور ده الطبيعي هو شايفه كوره هو يجن ده اسمه دي حتى عادل لو مشدود وحماس وكده الطبيعي يا عادل انت ده انت لو بقولك بتلعب في الشارع واتنين هنطوا على بعض انت على القلب انت بتعلمها للطفل الشبر الصغير. اما يكون تنسيب اسمك وده بنقول اللي شايف الكوره او اللي هو الاخر واحد هو اللي يقول اسمه او يتكلم. شوف الجول الرابع يعني بص عادل يعني بص دي عادل الكرة دي مش ممكن قبل الجول الرابع اتفضل عادل الخبطه تعال يعني الخبطه اللي خبطوها في بعض دي تدل ده في ثلاث مرات يا عادل ان هو لا ده في كمان ده في كورنر اترفع يمكن هيجي اي يعني قويه طبعا مش شايفين بعض اللي واحده برده خالد قمر مع سيد اللي هو عشان كده بقول لك يعني اصل دي مش لعيب بس يعني ده في حاجات في الملعب انت ممكن تلاقي اللعيبه اللي جاي اللي جاي ده هو لازم هو اللي شايف الكوره وكوره عاليه وشايفها حتى لو حسام جاي غلط هو يقول اسمه. انا مش بتكلم على موقف لعبه لو الموقف ده حصل بيحصل في الدوري مره في الفرقة ده حصل ثلاثة النهاردة لكن حصل ثلاثة أربعة النهاردة ده دليل إن هو إيه؟ ده دليل إن هو إيه؟ شاب عصبي تقيل كبير بتاع ملعب في زن من بره في زعيق شوية للعيبة. خلي بالك الحاجات دي يعني بتعمل عدم توازن للاعبين. ده في لعيب بيرفع كورنر النهارده من نادي الاتحاد حاطط الكوره موقفها يا ريت يجيبوها لنا لو شفتها يا كابتن. أيوة. تعرف ان لعيبه الاتحاد بعاد قوي عن مفيش تركيز مفيش تنظيم خالص في دماغهم. لو شفتها لو جت وشفتها هتستغرب. ده لعيب بيلعب في دوري ممتاز ازاي يحط الكره كده وازاي يرفع عشان يلف من ورا العلم دي حاجات بيتعلمها لاعب صغير. كابتن ايمن لو يجيبها هنجيبها هنجيب يعني اهو دي لا هاتها بقى من الاول هاتها قبل ما هو بيحط الكوره. لا لا ارجع 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 لا ارجع تاني لا ارجع ارجع ساعه الكوره ماشي ماشي خلاص ماشي كابتن هاني لا عايزين نشوفها بعد اذنك كابتن. النادي الاهلي قفل النهارده على عمار وسي زي ما قال الكابتن علاء. عمار وسي كانوا بره الجيم فغابت الحلول على النادي الاتحاد. طبعا مبروك للنادي الاهلي يا كابتن. انا عايز اتكلم بس في حاجه ان في الـ 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 في حاجه النهارده غريبه جدا ان ده كورنر هاي الكورنر مش بعد كده ان لا دي مش دي مش هو ده ولا مش ده لا 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 مش ده مش ده الحناوي ده هو ماشي نفتح الكادر يا جماعه ده الحناوي ده ماشي ما هيسيبها يروح واحد تاني ماشي بص الوقفه لا المفروض حطها في المكان الغلط. بص هو ده لعيب ما مرش كده لو هيلعبها بشماله لو كده لو هيلعب بشماله انما كده لعبه يميني هو ده لعيب ما مرش بمباريات كتير قوي ضغط عصبي عليه صدقني ايوه بص كده بس ضغط مشيها كده شويه ايوه مظبوط هو بيلعب قادر يتحكم بص بقى هو ده كده كان ممكن يشوط الراي ما هو ده انا اديك انطباع عنه هو ده اللي انا بقوله لك. بص يا ايمن طلعت ازاي لان موقفه طبعًا. في الوقفه غلط فمش هتطلع طلعت بالونه لا يعني هو المكان اللي هو حط فيه دي لما اكون انا هلعب بالشمال مزبوط. لكن المفروض تتحط الناحيه الثانيه لو انا هلعب باليمين في طبعا ماشي كابتن كلمه واحده بس اخيره ماشي في اوقات انت تعرف تطلع من لعيبك اقصى حاجه ممكنه فنيا وساعات تقلل من لعيبك يعني تضغط كل مواهبه ده الجول الرابع موجود عنده كابتن هاني
برضو نفس الحكايه، الكوره كانت مع نادي الاتحاد، نجيبها تاني لما رجعت لصبحي، نجيبها من الاول. ايوه كرة مع مين؟ مع حارس مرمى نادي الاتحاد. بص لعبها اتقطعت نادي الاهلي. بص المساحات ورا الثلاثه دول، نفس انت خلي بالك انت بتتكلم على التلت يعني الاخراني في الملعب، يعني بصراحه مساحات كبيره جدا يعني. وبص التنظيم يعني، وبص الرؤيه، مفيش حد ماسك طبعا، في ناس اللعيبه تحس انها تايهه، مفيش حد مركب، مفيش كونتاكت بين اللعيب والتاني. انا طبعا مع الكابتن عادل طبعا في كل اللي قالوا ان اللعيبه فعلا واضح ان هم في شحن زياده. ما اعرفش يعني النادي، المفروض النادي الاتحاد يعني، انا سامع الكابتن ابراهيم بيتكلم على ان المفروض ان هو كان هيلعب انبي وبعد كده هيلعب، اتضح ان هو هيلعب نادي الاهلي في خلال 3 ايام. يعني انا مش شايف ان ده سبب بصراحه، ده ماتش ب 3 بونت وده ماتش ب 3 بونت، لكن انت لازم عندك وقت ان انت تجهز لمباراه زي مباراه الاهلي. بس برضه كابتن هاني كان في كثافه هجوميه كويسه جدا من النادي الاهلي، كان في تحرك مميز جدا من النادي الاهلي، كان في استغلال لاخطاء الفرص لاخطاء المدافعين ديت بالظبط، ونقل الهجمه كابتن السريع بصراحه النهارده، دي ميزه في شفناها في النادي الاهلي النهارده. كانت موجوده نقل الهجمه ماشي. ما لو سميه لو تجيب لنا الجول معلش الرابع، معلش ممكن نجيبه مره ثانيه اهو تمام. شوف يا كابتن يعني ده الجول، لا ده لا الفرص اللي هي فرص اللي ضاعت يعني. شايف المساحات يا كابتن، شايف المساحات النادي الاهلي النهارده يعني كابتن. بص يا كابتن ايمن، النادي الاهلي بيوصل بالجول بطريقه سهله جدا، ما فيش اي تعب، ما فيش اي ضغط، حتى لما الكوره يعني مثلا الراجل بيقف على الكوره برده ما بتتقطعش. دي شريف كان لو لم على جوه ولمح كهربا، ده مش كده؟ هو كان عايز يجيب جول، هو شريف هو شريف كان واضح ان هو عايز يجيبه، دي حاجه كويسه على فكره لما يكون فيرود عايز يشتغل على الجول، وفي اوقات بيطلب منك ان انت تبقى اناني شويه. فدي حاجه كويسه، وحتى الراجل يعني جاب جول بعدها، فمش مشكله خالص. لكن انا عايز اتكلم على المساحات يا كابتن النهارده، المساحات كبيره جدا 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 في صفوف النادي الاتحاد، مفيش ربط خالص بين خط الضغط. وفي ميزه كمان يا كابتن، النادي الاهلي بيقطع الكوره في جزء من الثانيه بيوصل للجول، بيلعب بسرعه بالظبط، بيوصل للجول. فدي ميزه النهارده برده في النادي الاهلي، تحركات اللعيبه بكره ومن غير كوره، تحركات اللعيبه من غير كوره طبعا. في ربط بين اللعيبه، الخط الامامي ده ما كانش موجود الفتره اللي فاتت. النهارده بنشوف الاربعه اللي قدام بيلعبوا مع بعض. يعني احنا النهارده كنا مفتقدين قفشه، لكن ما حسيناش في الملعب، لان النادي الاهلي غير طريقه لعبه. النادي الاهلي بدا يلعب على الكونتر اتاك، ان هو المكان اللي النادي الاتحاد يتقطع منه الكره فيه، انت بتقدر ان انت تنقل الهجمه وبسرعه، وبتقدر ان انت تستغلها بهدف. ده احنا خلي بالك كمان في الجول ده، وزي ما قال الكابتن علاء، احنا شفنا اكرم توفيق عند نقطه البنالتي بالظبط. يعني ده يدل ان فعلا المساحات كبيره جدا يعني. اسيست رائع من علي معلول، يعني مهرجان اهداف يعني. انا يعني اكرم توفيق، حضرتك بتقول اكرم توفيق جاب الجون الرابع، واحنا اتكلمنا فيها قبل ما نطلع على الهواء، ان النهارده المباراه الرابعه او الخامسه على التوالي، ان لعيب من النادي الاهلي ديفندر من نص الملعب بيقدر ان هو يسجل. الماتش اللي فات كان ديانج، الماتش اللي قبله السوليه لما كان موجود، قبل منه حمدي فتحي. فدي حاجه كويسه جدا. صحيح. عندك اربع لعيبه في ارتكاز في نص الملعب بيقدروا ان هم يجيبوا اهداف. صحيح. واهداف متنوعه، مش اهداف يعني اهداف كلها ملعوبه. وعلى فكره خلي بالك، احنا في ثلاث مباريات جايبين 10 اهداف وعلينا هدف واحد طبعا، يعني كويس. معدل نفس البدايه دي كانت السنه اللي فاتت، مؤشر طيب. يعني السنه اللي فاتت لعبنا سموحه كسبنا 1-0، لعبنا الانتاج كسبنا 4-0، لعبنا اسوان كسبنا 5-1، كان بعد 3 اسابيع زي بالظبط كده 10 وعلينا جول واحد. يا رب تكمل ان شاء الله، يا رب ان شاء الله نفس الموسم اللي فات حللنا الاربع اجوال. نروح بقى للملعب وزميلنا كريم احمد ولقاء مع كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. بجد تحليك من جديد كابتن ايمن شاور، معايا طبعا الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، مباراه جيده جدا وتحضيرها كان مهم جدا. كنت بتكلم مع كابتن سيد وقلت يمكن كيفن جونسون حضر بشكل كبير مع الكابتن سامي الفتره اللي فاتت، لكن وجود موسيماني مع الجهاز الفني بالكامل، لغه الجزء، الكلام، محاضراته مع اللعيبه، الامر ده هيئ اللعيبه بشكل كبير. النهارده نتيجه كبيره جدا على الفريق كبير زي الاتحاد السكندري. الحمد لله طبعا، برحب طبعا كابتن ايمن وضيوفه. زي ما انت قلت طبعا، الراجل عودتهم مهمه جدا بالنسبه لنا، بيدينا قوه، بيدي قوه للعيبه ودفع اللعيبه. يمكن هو ما كانش غايب عننا الفتره اللي فاتت، سواء بتواصل معانا او مع كيفين او مع اللعيبه برضو، لكن اعتقد وجوده في الملعب طبعا بيدينا قوه وبيدي دفع كتير للعيبه. اعتقد ان النهارده اكبر رد من اللعيبه على وجوده وترحيب بيهم
الترحيب بيه يعني. فاعتقد الحمد لله تكون بدايه كويسه وان شاء الله مزيد من انتصارات الفتره الجايه باذن الله. من الاشياء المميزه جدا ما فيش فرق بين موسيماني، كابتن سامي قمصان، كيفن جوس. عندنا ثلاث مدربين او ثلاث مدربين فنيين على اعلى مستوى. اي حد بيكون متواجد على الخطوط ده بيريحنا كجمهور وبيريح الناس بره وبيدي طمانينه للعيبه. الفتره اللي فاتت كانت صعبه لان ما كان موجود كيفن وكابتن سامي قمصان ضغط كان كبير. القياده الفنيه من خارج الخطوط ده امر مهم جدا، لكن ما كانش في فرق خالص. كابتن سامي ده يحسب ليك ويحسب لكيفن ويحسب للجهاز الفني بالكامل. وقبل كده طبعا اللعيبه في لعيبه النادي الاهلي بتنجح اي حد، المنظومه نفسها بتنجح اي حد موجود. احنا بنادي دورنا من خلال كل واحد بوزيشن بتاعه. يمكن زي ما قلت لك قبل كده ان احنا بنعمل ادوارنا من خلال المدير الفني مستر موسيماني بيتكلم معانا على طول، وعندنا اجتماعات على طول كل يوم حتى بعد التمرين بنتناقش فيها شكل اللعب طريقه اللعب واسلوب التدريب، وبعد التدريب بنتكلم فيها. فاعتقد هو مش بعيد عننا يعني، لكن في الاول والاخر النادي الاهلي هو اللي بينجح اي حد في المنظومه يعني. المكاسب عديده، اكرم بيحرز، وليد سليمان بيأدي اداء مميز جدا، بدر بنون ماشي بمستوى رائع جدا. كنت بكلمه كان بقول له اي حد هيكون متواجد ما عندناش اساسي واحتياطي، عندنا ياسر وعندنا سعد وعندنا ايمن، ودي سر نجاح النادي الاهلي ان كل اللعيبه على قلب الرجل الواحد، وهو سر نجاح النادي الاهلي يا كابتن. الحمد لله. يمكن هي دي النقطه اللي الراجل بيتكلم فيها على طول، ان احنا عندنا بطولات كتيره، عندنا ماتشات كتيره جدا، مهم جدا كل اللعيبه تلعب وتشارك، وعنده ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده. يمكن النهارده الحمد لله زي ما انت بتقول برضو سلسله لعيبه الحمد لله وجودها، اكرم النهارده بياكد، النهارده وليد عودته الحمد لله، حسين الحمد لله بعد الاصابه، صلاح محسن بيشارك، مروان الحمد لله بيرجع برضو نفس القصه، علي معلول بعد الماتش اللي فات برضو بيرجع، عندنا وحيد وعندنا كهربا. فزي ما انت قلت الحمد لله الحمد لله. يمكن عزائنا الوحيد النهارده ان هي طاهر طبعا يعني، لكن ان شاء الله اتمنى ان شاء الله تكون بسيطه ويرجع ان شاء الله اقوى من الاول باذن الله. تحضير على طول مفيش راحه، عندنا مباراه يوم واحد، وده هو ده بقى خلاص قدر للنادي الاهلي. هتستعدوا ازاي للمرحله الجايه وتحديدا المباراه اللي جايه فنيا؟ هتكون امور جدا يعني محتاجه تظبيط كبير جدا، ومحتاجه قراءه، ومحتاجه اللعيبه كلها تكون كالعاده مركزه بشكل كبير جدا. كابتن سامي هتحضروا ازاي المباراه؟ يعني نتفق طبعا ان كل مباراه صعبه جدا يعني. يمكن النهارده انت بتلعب خصم عنيد جدا يعني، خصوصا بعد المباراه اللي عملوها معانا، عملوا مباراه مميزه جدا في الكاس يعني. لكن الحمد لله استعدينا كويس، والراجل اتكلم على اهميه المباراه ديت، وان احنا لازم ناكد ان احنا ان شاء الله نكون اول الدوري، وده اللي حصل الحمد لله النهارده. عندنا المباراه الجايه بقى تاكيد برضو زي ما قلت، كل خطوه بتقربك لحمو اللقب، ويمكن احنا بنفكر كل خطوه بخطوتها يعني. الحمد لله النهارده الحمد لله خلاص خلصت، بكره عندنا تمرين ان شاء الله نستعد لها، وبعد بكره ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله يكون مباراه دجله نستعد لها بشكل كويس. فرقه مميزه ليها اسلوب ولها طريقه لعب يعني، ان شاء الله نتفرج عليها وناكد للطريقه اللي نقدر نلعب بيها كويس يعني، والراجل يكررها يعني، وان شاء الله يكون لنا الحظ ان شاء الله في اليوم ده. شكرا شكرا شكرا. بنشكر اكيد كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، اداء مميز جدا. يا رب ان شاء الله كابتن ايمن كلها تكون انتصارات، وكلها تكون اداء مميز جدا زي ما بنشوف لعيبه النادي الاهلي. اصرارنا وعزيمتنا وجديتنا وشخصيه النادي الاهلي تحسم اي مباراه. النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يستطيع ان يحافظ على لقب بطوله الدوري العام رقم 43. عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد. هنروح لفاصل، ومن بعد الفاصل هنرجع نتكلم مع ضيوفنا الكبار مع على بعض الحالات الفنيه اللي حدثت في المباراه. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكان معانا بعض الحالات كابتن علاء، عايزين نشوف برضو بعض الحالات اللي احنا اخترناها. كان في حاله كابتن اسامه كانت في الدقيقه كم يا كابتن اسامه؟ انت اللي معاك الاوراق دي. في الدقيقه 15 في الدقيقه 15 وفي الدقيقه 23 على ما اعتقد. لو الحالات جاهزه ممكن نبدا بيها. ايوه نشوف بس الحاله شاشة الاولانيه. استحواذ من النادي الاهلي، زحمه من لعيبه نادي الاتحاد بدون لعب كره بسرعه فعلا زي ما قال الكابتن نادي العزيزي النهارده. من مميزات النادي الاهلي النهارده فعلا بسرعه. كان شريف دي ممكن يخش بيها جوه ويلعبها. لا بص برضو يعني بس بص التحرك، لا التحرك ماشي، الكهرباء هايل، تحرك شريف اصلا كمان هايل. نتكلم في نقطه تقريبا اتكلمنا فيها خلال الاستوديو كتير قوي يعني، احنا اتخانقنا منها. بص كام لعيب رايح على شريف ومين مع كهرباء؟ لا مفيش، لا يعني ما دي غلطه متكرره في خلال 96 دقيقه. أي. نفس الكلام. أي. ثلاث لعيبه على لعيب واحد من النادي الاهلي وواحد فاضي. أي. الاهداف كلها ما شرحناها كده كلها. أي. نفس الشكل يا ايمن، هات اي هجمه سريعه للنادي الاهلي. أي. هتلاقي زياده عدديه من لعيب نادي الاتحاد بدون اي فايده. واحد من لعيب النادي الاهلي رايح على مساحه فاضيه جدا، مفيش رقابه خالص، مفيش حتى ولا رقابه عكسيه. حتى انا قلت كلمه، ممكن عادي كان بيتكلم على اللي هي التدخلات الكتير قوي دي. النت ممكن اقف هنا، ممكن اقف هنا، نقف هنا. بص يا ايمن ماشي، اهداف النادي الاهلي تقريبا معظمها الاربعه
حاجه واحده، تمريره خطا من الاتحاد قطع من النادي الاهلي اندفاع هجومي هايل على مساحات فاضيه، تمركز دفاع وحش قوي، تكتل على الكره لعيبه الاتحاد. بص هنا، بص اقف هنا بس. كابتن علاء، وفي حاجه تحول سريع من النادي الاهلي من الدفاع للهجوم، ودي من اكتر مميزات لعيبه النادي الاهلي الموسم ده. الموسم ده كمان يا ايمن، دايما لما بتلعب على فريق منظم بيبقى فيه صعوبه شويه، لكن لما بتلعب على اللي هي اخطاء المنافس انت بتستفاد منها كويس قوي، لانك انت بدنيا كويس جدا، لعيبتك الثلاثي اللي تحت راس الحربه وراس حربه عندهم سرعات حلوه جدا بدون كوره وبكوره، وفيهم ميزه بقى بيعرفوا يجيبوا جول من اي فرصه. يعني كهربا النهارده فرصه جول، شريف واحده، الثانيه الثالثه بعدين هدف، عسير الشحات هدف، اكرم نادرا ما بتشوفه. بص يا كابتن زياد، بقى في زياده برضو يعني ده طاهر ايوه، وزياده ايه بس هم اكتر يعني. عادل عادل كان بيتكلم في الزياده، في الزياده فعلا تعادل. هنا على فكره هنا الزياده على الاتحاد نموذجيه 5-3 أيوة. كويس. ومع هذا ايمن التوزيع نفسه بتاع الاتحاد خطا جدا جدا، كله على الكوره، حتى الراجل اللي بره ده مش عينه على طاهر، هو عينه على شريف، واللي داخل على شريف، حتى الراجل اللي واقف قدام كهرباء عينه على شريف. ايوه يعني حتى اللي جاي خلي بالك باصص على شريف، حتى كريم برضو عينه يعني. تحس المشكله ان الكوره النهارده واخده حيز كبير قوي من لعيبه نادي الاتحاد، بتنظر بتبص عليها كتير قوي. كان شريف برضو في الكوره دي ممكن، هو طبعا الوضع الطبيعي ان هو عشان هداف وهو عشان يلعبها لعيب عايز برضو يجيب جول، لكن ممكن يلعبها برضو اللي جاي هي اللي بره اسهل بالزبط. لكن عشان يلعبها لمسه واحده من اول ما استلم لكهرباء هتبقى صعبه شويه، صعبه شويه كويس. لكن انا يعني انا ما بتكلمش على لعيبه النادي الاهلي دلوقتي، انا بتكلم على دايما اخطاء في التمركز. نروح بقى نشوف الحاله الثانيه، كوره بدأ شناوي بص يطلع الكور ماشي اهي من ديانج في نص ملعب النادي الاهلي. شوف كابتن بدل ارتداد بتاع النادي الاهلي كابتن اسامه، كابتن اسامه دي الحاله نفس الشيء يعني، نفس الكلام اللي قلناه يعني، يا ريت تقف الاول، نفس الكلام اللي قلناه في كل الاهداف وفي الحالات اللي بتيجي من الناحيه الثانيه بقى المره. الكره في نص ملعبنا، تمريره مننا بس بعد كده الاتحاد قطعها، السيسي بيستلم، اتاخدت هجمه مرتده سريعه في مساحات فاضيه. اكتر مكان بيميز النادي الاهلي النهارده سرعه التحول من الدفاع للهجوم فعلا، في مقابل عدم تنظيم غير طبيعي من نادي الاتحاد. يعني هنا 2-2 موقف صعب صحيح، على يا ريت ترجعها تاني برضو من نص الملعب، يا ريت ارجعها تاني رغم ان الموقف ورا 2-2 لكن ممكن يقفوا احسن من كده. برضو نفس الشيء المدافع مندفع قبل كهربا قبل ده شريف، ده شريف سهل جدا من ورا المدافع يحطها في المساحه الفاضيه الناحيه الثانيه، جون انفراد 100%. لكن هي كل المشكله ان كل المساحات اللي في الاجناب عند نادي الاتحاد السكندري مش متواجد فيها حد، كل الاهداف ما بتلاقيش الباكين اللي هو بيلعب بثلاثه في العمق، لكن الباكين اللي بيغطوا مش موجودين خالص، لانها تملي كوره مقطوعه من نادي الاتحاد فهم في موقف هجومي، فتلاقي بتلعب على مساحه فاضيه. مظبوط. دلوقتي هم في موقف ده كريم مفروض انه ردها، سيسي بيستلم ضغط من ديانج، في مساحه كبيره جدا في ظهر اثنين المدافعين بتوع الاتحاد، اتحرك فيها شريف بسرعته كان ممكن بسهوله قوي يلعبها اللي جاي ده من الناحيه الثانيه، كان جون سهل قوي. جون سهل جدا تتلعب بسهوله جدا من زي ما الخطوط كده مرسومه، زي ما الاسهم مرسومه كان المفروض تتلعب من هنا، كان هدف سهل قوي. النهارده النادي الاهلي لو استغل الفرص جات له كان الماتش بسهوله مثلا 8-0، بس يحسب له طبعا هو في الفتره ديت استفاد كتير جدا من اخطاء مدافعي نادي الاتحاد، والنهارده كان الارتداد من الدفاع الهجوم بسرعه جدا. بص ايمن، في حاجات كتيره جدا في الماتش اتعملت كويس، وجبنا اربع اهداف، اربع اهداف ده سكور كبير. بس احنا بنتكلم على كم الفرص السهله اللي جت والمساحات الكبيره اللي كانت في عدم التنظيم بتاع نادي الاتحاد، كان ممكن جدا السكور يتضاعف. عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي على طاهر محمد طاهر، بعد ما عمل اشعه على الصدر لقى كدمه في الضلوع، والحمد لله الضلوع سليمه وباذن الله يكون قريب في الملعب. معانا بقى احصائيات المباراه،
نادي الأهلي في الاستحواذ 51%، نادي الاتحاد 49%، نادي الأهلي التمريرات الصحيحة 446 من 517 يعني نسبة 85%، نادي الاتحاد في الاستحواذ 49% والتمريرات الصحيحة 375 من 477، تصويب على المرمى نادي الأهلي 8 من 13 ونادي الاتحاد 3 من 4. ناخد بقى رجل المباراة كابتن علاء. عندنا من غير ما تقول عندنا، طيب عندنا 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 محمد شريف ديانج 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 كهربا ديانج ديانج. طيب حتى من غير ارقام، من غير ما ابص على ارقام واحد بس دكتور واحد بس كابتن. طيب برضو عايزين نطمن جمهور النادي الاهلي على طاهر محمد طاهر. الحمد لله بعد عمل اشعه اتضح ان الكدمه في الضلوع والضلوع سليمه الحمد لله، ما فيش ولا شرخ ولا كسر، وباذن الله هنشوفه قريب جدا في الملعب. معلش يا كابتن عايز اتكلم على طاهر بس، يعني طاهر النهارده برضو الفتره اللي لعبها، الفتره القصيره اللي لعبها بصراحه ادى بشكل كويس قوي. الجول الاول كان ليه برضو تاثير كبير، ان انت جبت جول في بدايه المباراه، ده ادى يعني ادى انطباع ان انت المباراه دي بتاعتك، ان انت خلاص السيطره بتاعتك على المباراه. انا بصراحه عايز اشكره النهارده على ادائه، يعني الراجل مصاب في دماغه والنهارده بيلعب بروح كبيره جدا، وفعلا هي دي روح النادي الاهلي. وانا شايف ان طاهر مع الوقت زي ما الكابتن علاء اتكلم عليه قبل كده، ان طاهر من اللعيبه المحترمه واللعيبه الكبيره جدا اللي هي تليق فعلا بالنادي الاهلي، وهو ماتش من المباراه للتانيه بيزيد، وشايف ان هو وجوده مع محمد شريف وكهربا في الخط الامامي بصراحه عاملين حاله كويسه قوي، وبداوا في انسجام بينهم وبين بعض، وان شاء الله باذن الله هنشوف الفتره اللي جايه شغل كبير من طاهر ومن شريف ومن كهربا ان شاء الله. فانا عايز اشكره النهارده على اداؤه في الفتره اللي لعبها فيها، والف سلامه عليك يا طاهر. هكمل اللي قاله الكابتن هاني على طاهر، في حاجه مهمه قوي، طاهر عايز يأدي ويعمل اقصى حاجه ممكنه كل حاجة في البدايه ويعمل كل حاجه صح. طاهر لعيب كبير وانا بقول له يعني ورساله لي يعني بقول له طاهر انت لعيب كبير قوي وصفقه جيده جدا للنادي الاهلي، وانا عارف انك انت ان شاء الله لما الهدوء هيجي لك شويه والثقه انك تجيب جون وتلعب هتعمل حاجات كويسه قوي، وانت لعيب كبير ومكسب كبير قوي وصفقه جيده قوي للنادي الاهلي، فان شاء الله ترجع بالسلامه وتلعب المباراه الجايه وتهدف، ولو هدف طاهر انا بقول لكم اهو وانا معاكم لو طاهر هدف مره هتلاقيه حاجه تانية خالص باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه نجم المباراه النهارده، هو في اكتر من واحد بس انا يعني في طبعا ديانج، في معلول، في شريف. رغم انه شريف اضاع فرص سهله جدا النهارده لكن جاب جون هدف جميل، لكن انا اديها لمعلول لسبب. معلول رغم ان ابتدى الماتش وحش لكن ايمن تمريراته سحريه للاعيبه النادي الاهلي. يعني الكره الثرو باص اللي عمله لحسين الشحات ده قضى على الماتش. الجون الثاني في بدايه الشوط الثاني فتح الماتش خالص. أيوة. الكره الرابعه عملها براسه بهدوء جدا رجعها لاكرم توفيق، هدف فرصه هدف، وعمل اكتر من فرصه هدف لوليد سليمان واكتر من لاعب، فكل تمريراته ودي ارقام طبعا. ديانج برضه هايل النهارده. انا متفق مع علاء برضه. أيوة. يعني هي بينهم بس انا اختار معلول. معلول كابتن عادل. شوف يا كابتن انا دائما بنحاز للي في كل المباراه زي كهرب. كهرب ليه؟ مع انه كان ممكن تضيع الكره للماتش الصعب. ايوه يمكن النهارده الماتش اتسهل علشان فرقه الاتحاد فرقه حماسيه فقط. ايوه انا بتكلم على النهارده، فلما دخل فيهم ودي ارقام كهربا على الشاشه معانا حصل تفكك شويه، فانا بقول ان كهربا حتى اتصرف في الكوره كويس قوي، كهربا اتحرك كويس قوي من ناحيه اليمين، كهربا فتح الملعب اكتر من مره، كهربا سحب الفرقه، ده من وجهه نظري كهربا نجم المباراه. كهربا نجم المباراه. كابتن هاني. والله يا كابتن ايمن انا مش هقول لك لاعب، بس انا بصراحه النهارده عاجبني اداء النادي الاهلي بشكل جماعي. اللعيبه كلها النهارده بصراحه ادت بروح عاليه جدا، ادوا بشكل كويس قوي.
مش عايزين ننسى برضو خط الظهر يا كابتن علاء، ان بدر بنون بصراحه الراجل ممكن ما يبانش ان هو بيعمل بيقطع حاجات صعبه او ممكن يمنع لك هدف، لكن وجوده في الملعب بصراحه بيديك طمانينه. هو وايمن اشرف عاملين حاله هما الاثنين بصراحه، وايمن النهارده برضو اشتغل بشكل كويس، قدر ان هو يوقف خطوره الخط الهجومي بتاع نادي الاتحاد اللي احنا اتكلمنا عليه في اول التحليل. لكن انا شايف بصراحه مش انا النهارده اعذرني مش هقدر اقول نجم المباراه، لكن الفرقه كلها بصراحه النهارده تستحق ان هي كلهم الفرقه كلها نجوم المباراه النهارده. طيب بما انك قلت بدر بنون، هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع بدر بنون، وبعد كده نرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس والحديث عن اهم الحالات التحكيميه. كل التحية ليك يا كابتن ايمن شوقي، برحب بيك طبعا في البدايه وبكل كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي وكل مشاهدينا متابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز مهم جدا على فريق عنيد، فريق الاتحاد السكندري، لكن مكاسب عديده جدا النهارده في المباراه. انا معايا واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بتمنى له عنده مستقبل كبير جدا الفتره اللي جايه، بدر بنون. برحب بيك يا بدر وبحييك على ادائك وتركيزك الكبير مع النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مستني منك اكتر من كده، لكن الحقيقه اداء اكتر من رائع. مبروك النهارده، ثلاث نقاط مهمين جدا في مسيره النادي الاهلي. شكرا حبيبي، شكرا لجمهور نادي الاهلي، مبروك عليهم. الحمد لله، الحمد لله فوز كنا اشتغلنا عليه في الاسبوع بعد رجوعنا من النيجر. ركزنا كثير على المقابله دي لاننا عارفين انها تكون مقابله صعبه ومقابله تخلينا دائما في المرتبه الاولى. الحمد لله، اود اشكر جميع اللاعبين على الاداء الكبير اللي قدمناه اليوم. الحمد لله اصبحنا نستطيع اننا نتحكم في رسم المقابلات، ده شيء كويس بالنسبه لينا بالنسبة للمجموعة. سر التركيز مع بدر بنون، بنشوف علاقة طيبة جدا سواء مع أيمن أشرف، مع ياسر إبراهيم، مع سعد سمير كمان لما يكون متواجد. الروح دي مهمة جدا لأن كلها بتنعكس على فريق النادي الأهلي. إزاي قدرت توصل بسرعة كده بدر، أنت خبرات كبيرة مع فريق الرجاء، إزاي قدرت توصل مع لعيبة النادي الأهلي تحديدا في خط الدفاع؟ واو، الحمد لله، اول ما نزلت على نادي الاهلي اللاعيبه الكل الحمد لله رحبوا بي ترحيب كبير، والكل تعاملوا معي معامله جيده. الحمد لله اود نشكرهم على التعامل ده، هو الشيء اللي خلاني بسرعه اتالم، بس لسه الحمد لله ما رضيش على ادائي 100% مع النادي الاهلي، لسه لازم اشتغل علشان اكون عند حسن ظن جمهور الاهلي. ان شاء الله راح نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. الجهاز الفني وبيتسو موسيماني بيثق فيه بشكل كبير وبيثق في كل اللعيبه. موسيماني بيتكلم مع بدر في ايه؟ تحفيزه معاك ازاي؟ بيشجعك ازاي؟ يعني الكواليس دي مهمه جدا الجمهور يعرفها بدر. هو بس مش مع بدر بنون، هو بس مع اللعيبه الكل، يتكلم دائما، هو يديك حاجات ايجابيه اللي تخليك تخش على المقابلات بتركيز كويس. هو دائما يتكلم على الجانب الايجابي اكثر ما يتكلم على الجانب السلبي، ودائما بيحط اللعيبه بس يعرفوا انهم يلعبوا في نادي كبير وحاملين قميص تبع نادي كبير، لازم يؤدوا الكل ما عندهم. الحمد لله دلوقتي في جميع المقابلات ادينا اداء كويس، وبرضه بتكون النتيجه ده شيء يفرح جماهيرنا، واتمنى ان شاء الله اننا نكون على طول السنه زي كده. انا بدر رساله لكل جمهور النادي الاهلي لانك مستوى اكتر من كده كمان، ومنتظر كمان من كل لعيبه النادي الاهلي اداء اكتر من كده كمان. ايوه، ده طبعا الجمهور الاهلي على طول عمل كده، جمهور تبع القاب، جمهور على طول بيحب يفوز بالقاب، ده شيء طبيعي في نادي كبير زي النادي الاهلي. ان شاء الله السنه دي راح نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. شكرا حبيبي، ربنا بنبارك اكيد يا كابتن ايمن لكل لعيبه النادي الاهلي. وبدر بنون من اللاعبين اللي مميزين جدا الحقيقه، بيثبت نفسه بشكل كبير، عنده ثقه في نفسه الحقيقه، خط شده بيرجع للشناوي وبيرجع للعيبه وبيرجع للجهاز الفني. الحمد لله يمكن الامور كانت ماشيه بشكل مطمئن جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. كمان انا مستمرين بقى معاك على طول، يعني اكرم توفيق واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيأدي اداء مميز جدا. اكرم مبروك يا اكرم، ثقه واداء واسلوب وعندك اصرار كبير وعزيمه مع النادي الاهلي، مش جديد عليك الكلام ده اكرم، لكن لسه منتظرين منك اكتر من كده. مبروك النهارده فوز مهم باداء مميز جدا مع النادي الاهلي. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الاداء وعلى اداء فرقتي النهارده وعلى الجون. نتمرن كويس عشان خاطر نفرح الجماهير، وبنموت نفسنا في التمرين، وبننزل الماتش بنطبق اللي بينطلب مننا، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير. يعني منافسة قوية جدا، وممكن عندنا عناصر مميزة جدا وتحديدا في وسط الملعب، لكن أنا بشوف أكرم عنده تحديات كبيرة وعنده ثقة، بينتظر الفرصة، الفرصة بتيجي من عند ربنا بيتواجد فيها بشكل كبير جدا. شغال إزاي الفترة اللي فاتت والحوافز والدوافع الكبيرة اللي بينقلها موسيماني وبينقلها الجهاز الفني لأكرم؟ لا هو الحمد لله أنا راجع، يعني مش راجع إن أنا أهرج، راجع عارف دوري كويس، عارف النادي اللي انا فيه، النادي اللي انا فيه عايز كل، يعني كل ما بيطلع من بطوله بيخش في بطوله تانية، والاحق لان هو بياخدها، فبنموت نفسنا عشان خاطر النادي.
موسيماني يعني دايما بيتكلم معايا بشكل كويس، يعني في حته الزياده دي كان دايما بيقول لي زيد زيد. هو بيشوفني النهارده يعني تقريبا اتفرج عليا في الجونه، فكل كنت بزيد دايما. فالحمد لله رب العالمين، يعني انا بنتظر يعني الزياده اللي اطلع فيها والكره تكون جايه لي. فالحمد لله رب العالمين لما زيدت النهارده ربنا كلل تعبي ومجهودي وجبت جون. هدف مميز جدا وواضح ان كان في تكمل واضح فيه، وكنت متوقع اكرم كمان هيجي لك في الحته دي، لكن الفينش كمان مهم جدا. من مميزات لعيب كره القدم في النادي الاهلي هو الفينش، بتعمل مجهود كبير لكن الفينش ده مهم جدا. طبعا يعني انا زدت وكنت عارف ان عالم لما اتلعبت لعالم علول عارف، عشان كده رحت ورا منه عشان عارف انه هيلعبها لي، فروحت فلعبها لي وجبتها جون. يعني انا بشكر يعني اللعيبه كلها بتقف جنبنا وبنموت نفسنا عشان خاطر الجماهير وعشان خاطر النادي، وربنا يكرم يا رب في الفتره الجايه. جماهير النادي الاهلي منتظره منكم كتير جدا، هنحافظ ان شاء الله على بطوله الدوري العام تكون 43 معانا، عندنا دوري الابطال، عندنا كمان كاس العالم انديه، تحديات كبيره جدا يا اكرم مع فريق النادي الاهلي، لكن بالاصرار وبالشخصيه النادي الاهلي اللي احنا بنشوفها معاكم واثقين فيكم بشكل كبير جدا. انت عارف يعني النادي الاهلي يعني ما بيلحقش يفرح، يعني اللي هو الفرحه بتبقى يوم المكسب وخلاص، وتاني يوم بنركز في الماتشات اللي جايه. فطبعا يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله، وبناخد كل ماتش بماتشه. ربنا يكرمنا الفتره الجايه، عندنا بطولتين مهمين لازم ان شاء الله نكسب باذن الله البطولتين عشان خاطر الجماهير، ويا رب يعني يكون التوفيق محالفنا ان شاء الله. حبيبي كل الشكر والتقدير طبعا سواء لبدر بنون، اكرم توفيق، بيتسو موسيماني كمان المدير الفني للنادي الاهلي، النهارده قيادته الفنيه كانت مميزه جدا كالعاده. تغييره حسين الشحات وتواجده، يمكن بعض الناس اكيد هتتكلم ان حسين الشحات نزل وطلع تاني، لا الراجل بيريح والراجل عارف امكانيات اللعيبه ازاي، وعارف ابدا ينزل اللعيب ده امتى ويبدا يطلعه امتى. لعيبه النادي الاهلي كالعاده مصدر السعاده لكل جمهور النادي الاهلي. انا عايز بس اكد يا كابتن ايمن على نقطه مهمه جدا، وهي طاهر محمد طاهر. كلنا طبعا عايزين نطمن، وكل جماهير النادي الاهلي عايزه تطمن على طاهر محمد طاهر. يعني اكيد هو اشتباه في كسر في الضلع، اللي احنا نقدر نقوله ده يمكن تصريحات دكتور اسامه مصطفى، بيتعمل اشعه دلوقتي لطاهر محمد طاهر، لكن هي كدمه قويه جدا في الضلع، الضلع طق كده يا كابتن ايمن، لكن ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اي يعني امور مضاعفه او كسر مضاعف او الكلام ده، لكن من الواضح ان هي كدمه قويه جدا اثرت عليه بشكل كبير وعلى طول زي ما شفنا خرج، لكن ان شاء الله باذن الله نطمن على طاهر محمد طاهر وما يطولش مع النادي الاهلي. عندنا غيابات واصابات عديده جدا، بنتمنى بقى ما يبقاش في اي حد ينضم سواء لجيرالدو ولا ناصر ولا السوليه ولا قفشه ولا ربيع، اللعيبه اللي غايبه عن النادي الاهلي، لكن ان شاء الله بنطمن كل جماهير النادي الاهلي على طاهر محمد طاهر ان شاء الله يعود بالسلامة من جديد. مستمرين معك كابتن أيمن كالعادة من استاد الأهلي والسلام، ولقاءات خاصة على شاشة قناة النادي الأهلي بعد فوز النادي الأهلي على نادي الاتحاد السكندري. عودة للاستوديو التحليل والكابتن أيمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل كريم أحمد، وإحنا بنطمنك برضو يا كريم إن طاهر محمد طاهر الحمد لله الأشعة بينت إن ضلوعه سليمة، وإن هي كانت كدمة في النهاردة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 4-0. ألف مبروك النادي الأهلي وبالتوفيق دايما إن شاء الله. ونشكر نجومنا الكبار اللي أمتعونا النهاردة، كابتن علاء ميهوب، ألف شكر كابتن علاء. شكرك أيمن، ومبروك للنادي الأهلي وإن شاء الله دايما يبارك لنا الأهلي. كابتن عادل عبد الرحمن، ألف شكر كابتن عادل. الله يخليك كابتن، وبشكرك ومبروك لجمهور النادي الأهلي. كابتن أسامة عرابي، ألف شكر كابتن أسامة. شكرا أيمن، ومبروك لينا ومبروك لجماهير النادي الأهلي. كابتن هاني العجيزي، ألف شكر كابتن نورتنا. شكرا كابتن أيمن، ومبروك للنادي الأهلي. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى، واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.